will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز أماني. اليوم جبت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. وصفتنا اليوم بريوات الدادين بزاف بمناسبة شهر رمضان الكريم. جبت لكم اليوم هاد البريوات سالين تحضيروا الدادين بزاف، نتمنى أنكم تجربوهم. فيلاو معايا باش تعرفوا طريقة التحضير والمقادير. ودابا هندوزو المقادير. نحتاجو كيلو ديال اللوز كيفما كتشوفو، وكتبقى الكمية حسب كل واحد شحال بيدير. وخديت اللوز ديالي درتو مع الماء طيب، خليته لمدة نصف ساعة، ومن بعد قشرته وخليته ينشف لمدة يوم كامل، ليلة كاملة كيفما كتشوفو. وكيبقى حسب كل واحد اللي ما يعيش عليه الزيت يديرو في الفران يتحمر، واللي بغى يدير المقلى يدير المقلى ويقليه كيف ما كتشوفوا. كيعطيو هذا اللون، هذا ما محمرش بزاف وما خضرش بزاف. نكمل معكم تتمه المقادير. وبعد ما طحنت اللوز ديالي هكا كيجي كيف ما كتشوفوا، طحنته مع سكر كلاصي. واللي بغى يدير سنيده يقدر يديرها. انا درت كيلو ديال اللوز وطحنت معاه نص كيلو ديال سكر كلاصي، ولا ديروا نتوما سنيده. وهنا عندي الزهر كيبقى حسب كل واحد، وعندي الزبده مذابه، وعندي شويه المسكه الحره. ودابا عندي شويه المسكه الحره. دمو دابا الزهر. ودابا هنبدا نخلط بهذه الطريقه هذه. ولا احتاج الزهر راني هنزيد كيف ما كتشوفوا. دروك كورت الحشو ديالي على شكل دوائر، وخديت ورقه البسطيله ودرت فيهم نفس القياس كيف ما كتشوفوا. ودابا هنبدا نعمل البريوات ديالي ونطلق. دابا ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه درت ورقه البصيره ودرت لها الحشو، ودابا هنقمطو على الشكل هذا على شكل مثلث. وهنسدها رقيق والماء مخلط وهكا نكملوا الحشو ديالنا كامل وورقة البسطيله ديالنا كاملها ونطلق. بعد ما كملت البريوات ديالي على هذا الشكل هذا، دوكا هانتوما يتقلاو ونطلقوا كيف ما كتشوفوا. دروك خديت مقلى وبديت كنقلي البريوات كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم في الاول الفيديو، اللي بغى يديرهم في الفران يديرهم. لما تقلاو ليا البريوات ديالي كيف ما كتشوفوا، خديت كاسرونه درت فيها العسل ولحت فيها البريوات ديالي، وهكا بقيت كنعسلها كيف ما كتشوفوا. خديت شبكه ودرت البريوات فيهم العسل، وملي درتو خليته يتقطر في هاد البول هذا، وهكا نكمل الطريقه ونتلاقاو. هذه هي النتيجه الاخيره ديال البريوات ديالنا. هكا كيجيو كيف ما كتشوفوا، دادين بزاف وسهلين التحضير كيف ما كتشوفوا. انا زينتهم على الطريقه هذه، وكيبقى تزين حسب كل واحد كيف ما كتشوفوا. صراحه كيجيو لذاذين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وتضغطوا على زر لايك، سبسكرايب، بارطاجيو وتكومونتيو. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.